فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر المعاهد والذي يأتي إلى بلاد المسلمين، هل يترك يمارس طقوسه الدينية في بيته أم يجب أن يمنع من ذلك؟ لا، إذا كان يخفيها يترك، إذا كان يخفيها يترك، لأنه أمن شره بحيث ما يراه الناس ولا، نعم، لكن ما يظهرها في بلاد المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.